انا نورهان اشرف اولى، مدرسه على منصه نجاح ناو. انضميت من حوالي 7 شهور، كنت حاطه سبجكت مواد مختلفه بقدر ادرس فيها. في الاول كان الفكره بالنسبه لي انا حابه التعليم اونلاين، بس كنت خايفه من فكره اللي هو طب هل هياثر عليا ولا لا، هياثر على دراستي مثلا. بس في نفس الوقت كنت حابه فكره ان انا بقدر اتحكم في مواعيد براحتي، مش مضطره اروح لمكان معين عشان ادي حصه واضيع وقت كتير مثلا في مسابقه او حاجه. الموضوع كان مثمر جدا، انا استفدت من اللي كنت بدرس لهم. الموضوع كان ما اثرش على دراستي. انا كسبت جائزه نجاح ناو تيتشر لاكتر مدرس ممتاز مواعيده. دي انا كسبتها عشان كنت فعلا بحط مواعيد فلكسبل مع الطلبه والتزم بيها. فانا بحط مواعيد تقدر تناسب الطلبه، اغلب مواعيد الطلبه، عشان ما اعطلهمش على مذاكرتهم لوحدهم او حياتهم. ان هو دي فكره التعليم الاونلاين، ان انا عايزه ما اخدش وقت كبير منك في حياتك. وكنت بلتزم بمواعيدي الحمد لله. فانا سعيده جدا جدا ان انا كسبت الجائزه زي دي، وممتنه فعلا لدخولي المكان ده. دي كانت من اكتر الحاجات الاكسبيرينس اللي مريت بيها كويسه في حياتي فعلا ال7 شهور اللي فاتوا.